لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. باب ما جاء في صفة رسول الله في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وذكر فيه 11 حديثا جاي في هذا الباب. ولكن قبل أن نتعرض لأحاديث الباب، نشير إلى بعض الأمور أو المسائل التي تتعلق بالترجمة. قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، يعني يقصد هنا ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر، ما تكلم به من الشعر. وهنا تأتي أول مسألة: هل هذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى ذم الشعراء، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فذم الله الشعر ونفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فلا تعارض، وذلك لأن ما يأتي من الأحاديث إنما هو في قوله صلى الله عليه وسلم أو في كلامه لشعر غيره، إنما هو في كلامه لشعر غيره، إنما هو ما قال الشعر صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له أن يقول الشعر، يعني أن يعني يؤلفه هو صلى الله عليه وسلم ويكون هو من فعله هو صلى الله عليه وسلم وقوله هو، لا، إنما كل ما سيأتي كان من كلام غيره، وهو ربما يردد بعض أبيات من الشعر لغيره تعجبه فيرددها صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أيضا في الحديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. طيب أيضا هذا هل يتعارض مع يعني تصنيف الشعر وتأليفه مطلقا؟ وهل هذا يدل على حرمة يعني قول الشعر وتأليفه ويعني يعني قوله من الناس؟ وربما هذا كذلك يأتي معه ما أثر وعرف عن بعض الأئمة الأعلام والكبار بل والصحابة. فحسان بن ثابت رضي الله عنه كان يقال له شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواح كان من الشعراء كذلك، وغيرهم من الصحابة كانوا يقولون الشعر، ومن الأئمة الأعلام كالشافعي رحمه الله تعالى وغيره كانوا يقولون الشعر ولهم دواوين من الشعر. فهل هذا أيضا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ جوف أحدكم شعرا قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا؟ الجواب أنه لا تعارض، لأن هذا له توجيه وهذا له توجيه. فالحديث محمول على من تجرد للشعر وتفرغ له واقتصر على ذلك، من تجرد للشعر وتفرغ له واقتصر على ذلك، كما كان حال الشعراء قديما. كان الشعراء قديما وهم الذين ذمهم الله تعالى، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون.
الشعراء قديما كانوا يتفرغون ويتجردون للشعر، هذا عمله وظيفته، لا يفعل شيئا إلا الشعر، وكانوا يتآكلون به عند الأمراء والحكام. هذا هو المذموم، إنه يتفرغ للشعر ويتجرد له ويجعله هو قصده. هذا هو الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول الإنسان الشعر الهادف الذي فيه خير مع عدم التفرغ والتجرد وكذا، فالدليل عليه أيضا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهم، ومن أشهرهم حسان بن ثابت، وهو الذي قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اهجهم يا حسان وروح القدس معك. اهجهم بشعرك، يعني الهجاء هو الكلام الذي فيه ذم للغير، اهجهم يعني ذم الكفار وتكلم فيهم بما يغيظهم. فهذا تصريح بل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقول الشعر. إذن فمجموع هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لا يقول الشعر، أي لا يعني يؤلفه، وإنما لو قال يكون من قول غيره، وهو في كلامه صلى الله عليه وسلم قليل، وفي كلامه صلى الله عليه وسلم قليل. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يمتنع عن قول الشعر، ويعني كان يعني يتحرج من قول الشعر، لذلك لا يؤثر عن الإمام أحمد يعني قوله للشعر إلا في موضع أو موضعين كان أعجبه، يعني بيتا سمعه من رجل فجعل يكرره، فجعل يكرره. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر يؤلفه، لكن يكرره من قول غيره، وليس كثيرا، وليس كثيرا. طيب، هنا قد يقول قائل: ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الموزون يعني المقفى؟ يعني هناك كلام كثير من النبي صلى الله عليه وسلم فيه وزن وفيه قافية، وده كثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأدعية وغيره، نجد فيها ذلك، نجد فيها ذلك، نجد فيها وزن ونجد فيها قافية في الآخر كده آخر الكلام. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقع اتفاقا لا قصدا، إنما كان يقع اتفاقا لا قصدا، يعني ما يتكلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتكلفه. ولذلك كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يعيم على من يتكلف ذلك. لما جاء رجل في مشكلة من المشاكل، ويعني كان يعني في هدية ونحو ذلك، فجعل يقول أبيات شعر على الموضوع نفسه، يقولها بطريقة الشعر، فذمه النبي صلى الله عليه وسلم وذم كلامه. لماذا؟ لأنه يتكلف الكلام، أن يزن الكلام أو يتكلم بكلام موزون وله قافية تكلفا. ولذلك كره العلماء أن يفعل الإنسان ذلك تكلفا، وتزداد الكراهة في الصلاة ونحو ذلك، إذا كان يفعل ذلك في الصلاة كأدعية مثلا في الصلاة، كتكلف بعض الناس في الدعاء في الصلاة في القنوت مثلا، أن يتكلف الكلام الموزون الذي فيه قافية، هذا مكروه. إن يقعد يقول سبحان الله عدد ما غرد طير وطار، سبحان الله عدد البحار وما سقط من ورق من الأشجار ومش ونحو ذلك، هذا كله مذموم مكروه، كرهه العلماء. بل بعض أهل العلم قال أنه يبطل الصلاة، بعض أهل العلم قال أنه يبطل الصلاة، واعتبره كلاما من غير جنس الصلاة، أن يقعد يتكلف كلام بهذه الطريقة ويدخل أشبه ما هو أشبه بخطبة داخل الدعاء، فجعله مما يبطل الصلاة. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الشعر، أي يعني ألفه، وما كان يتقصده، وإنما كان ربما يعجبه البيت ونحوه فيقوله لغيره من الناس
فيقوله صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الأحاديث هو حديث يعني عائشة رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قالوا لأم المؤمنين رضي الله عنها عائشة يسألونها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ هل كان بيتكلم بشعر ويقول شعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة، يعني تبين لهم أنه كان يقول إن قال الشعر إن قاله، وهو قليل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، يقول من كلام غيره، ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا البيت هي عائشة رضي الله عنها قالت كان يتمثل بشعر ابن رواح، بشعر ابن رواح. هذا البيت في الحقيقة يعني ليس لابن عبد الله بن رواح، وكأن ابن رواح قاله فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه فقاله، إنما أصل بيت الشعر لم يكن لابن رواح. وبيت الشعر هذا كما قال صاحب تحفة الأحوذي قال أعلم أن نسبة عائشة رضي الله عنها الشعر المذكور إلى ابن رواحة نسبة مجازية، فإنه ليس له، بل هو لطرفة ابن العبد البكري، يعني رجل اسمه طرفة ابن العبد البكري وليس لي ابن رواح. وأيضا قال هذا مصراع ثان من بيت ابن رواح. المصراع اللي هو احنا بنسميه ساعات نقول عليه الشطر، البيت بيبقى مكون من شطرين، بيت الشعر مكون من شطرين، فالشطر اسمه مصراع. المصراع يعني الجزء الأول، الشطر الأول ده الشطر الثاني. قال هذا مصراع ثان من بيت ابن رواح، والمصراع الأول فيه ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ده المصراع الأول. يبقى البيت كله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. بيت شعر في الحقيقة جميل جدا جدا، وكفى شرفا لصاحبه أن يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ويقول يعني كما يعني جاء في خبر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة، طرفة بن العبد البكري هذا. قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استراب الخبر، استراب الخبر يعني تشكك في الخبر، تمثل فيه ببيت طرفة، لأنه البيت عبارة معناه ماذا؟ البيت يقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني ستظهر لك الأيام ما كنت جاهلا غافلا عنه ما تعرفوش، وسينقل إليك الأخبار من لم تعطيه الزاد. يعني بتعبير بسيط جدا، اللي الناس العامة عندنا في بلادنا بيقولوا عليها بتعبير بسيط جدا، يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتمثل البيت الشعر اللي هو في المعنى ده، اللي هو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، يعني اصبر وهتيجي الأخبار وهتأتيك الأخبار، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي،
هيجي لك بالاخبار اللي انت ما بعتوش اصلا، ما ادتلوش يعني زاد الطريق عشان يجيب لك الخبر ويجي لك. لا، ده هو الخبر هينتشر وهيجي لك اخبار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استراب الخبر يعني تمثل فيه ببيت طرفة هذا: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. هيجي لك الخبر، هيجي لك الخبر. ولذلك انظروا إلى بيت الشعر الذي تمثله النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة جميلة ويحمل معاني جميلة، ويعني يختصر كلام كثير في هذا المعنى الجميل. ولذلك ردده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذا بيت شعر تمثله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، بل أثنى على هذا البيت. قال: إن أصدق كلمة قالها الشاعر، لأن المشهور في الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون ويكذبون. قال: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. لبيد هذا هو لبيد بن ربيع، وهذا الرجل كان يعني قد قال هذه الكلمة أو هذه الأشعار، أو كان شاعرا كبيرا في الجاهلية، كان من شعراء العرب، كان من شعراء العرب قبل الإسلام. هو صاحب هذا البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطلا، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا البيت الشهير ده قاله لبيد بن ربيع. هذا لبيد هذا أسلم بعد ذلك، أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. ومما يذكر في حقه أنه لما أسلم رضي الله عنه امتنع عن الشعر، امتنع عن قول الشعر، فكانوا يقولون له: يا لبيد لما لا تفعل، يعني ما بتقولش ليه الشعر؟ يقول: لقد أبدلني الله بخير منه. وكان يقول: أبدلني الله بصورة البقرة، يعني كان مكتفي بأنه هو بيحفظ كتاب الله ويقرأ كتاب الله خلاص. لذلك توقف عن الشعر. والقاري رحمه الله تعالى يقول: كأنه رضي الله عنه استحيا من أن يقول شيئا بعد سماعه كلام الله تعالى، استحيا أن يقول أي شيء بقى من الشعر بعد سماع كلام الله تعالى، لا سيما قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فكأن لبيد رضي الله عنه قال: ربنا بيقول لنا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ لا، ده هو أنا أتلو الكتاب ولا أقول الشعر بعد ذلك. هذا لبيد ابن ربيع رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هي تقريبا معنى قول الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هي نفس المعنى: كل شيء هالك إلا وجهه. وكأن لبيد يريد أن يقول يعني كل الأشياء ستهلك وتبيد ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يتعرض للزوال. ومما يذكر يعني في حق هذا الشعر تحديدا، هذا الشعر تحديدا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أن له قصة طريفة جميلة مع الصحابي الجليل
عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وهذه القصة ذكرها ابن إسحاق في السيرة، وملخص هذه القصة أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما كان قد هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين في الحبشة في الهجرة الأولى في الحبشة، ثم رجع بعد ذلك لما رجعوا وقد ظنوا أن أهل مكة أسلموا، فلما دخل مكة دخل في جوار الوليد ابن عتبة، دخل في جوار الوليد ابن عتبة، آسف الوليد ابن المغيرة، دخل في جوار الوليد ابن المغيرة. وكان المشركين عندهم الجوار ده بيحترم جدا، مع أنه ممكن يجيروا من هو عدو لهم في العقيدة، لكن الجوار ده كان عندهم محترم جدا. فعثمان لما رجع رضي الله عنه دخل في جوار الوليد، يعني ايه، في حمايته، ان ما حدش يتعرض له ويعتدي عليه يعني. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه كان ذات يوم جالسا في مجلس فيه كبار يعني سادات قريش، كبار سادات قريش، وجاء لبيد بن ربيع هذا ولم يكن قد أسلم، وجلس في هذا المجلس، فقالوا له: يا لبيد قل، يعني قل لنا شعر من شعرك يعني. فجعل يقول الشعر، وكان من بين ما قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان رضي الله عنه: صدقت، يعني هو في المجلس يعني، فقال: صدقت. ثم قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائله. فقال عثمان: كذبت، فإن نعيم الجنة باق. وعثمان رضي الله عنه بيعمل يخاف ان هو يكون قصده ان ما فيش حاجة خالص، كل حاجة هتزول، كما هي عقيدة الدهريين مثلا، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ولذلك لما قال: وكل نعيم لا محالة زائله، قال: كذبت، إلا نعيم الجنة. فقام رجل فقال لبيد الشاعر: منذ متى يعني يا قريش يهان عندكم جليسكم؟ إن ذا يرد علي ويهني كده ويقول لي كذبت. فقام رجل من القوم فضرب عثمان بن مضعون على عينه فسودت، يعني ضربة جامدة فسودت. فلما ضربه تحرج الوليد بن المغيرة، الوليد قاعد اللي هو أصلا في جواره، فلامه الوليد، لامه يعني كأنه قال له: أنت يعني كده خلتني بقيت يعني وضعي في الناس صغير، فرد علي جواري. فقال: والله إن عيني الأخرى لا هي فقيرة إلى ما حصل لأختها. يقول له: يلا انت جوارك ايه ده، انا عيني الاخرى دي في سبيل الله حتى لو ضربوني تاني. فاستحيا الوليد فقال له: ابقي عليك جواري. فقال: لا والله، فاني رددت عليك جوارك ورضيت بجوار الله عز وجل. ورد عليه يعني جواره. فيعني هذا البيت الشعر من الابيات التي تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. طيب، ما علاقة ذكر أمية بن أبي الصلت هنا بالكلام؟ العلاقة أن أمية بن أبي الصلت هذا كان أيضا يقول الشعر في الجاهلية أيضا، وينطق فيه بحقائق من حقائق الإيمان كالإيمان بالبعث والآخرة والحساب، فكان يقول كلام طيب وكان شاعرا في الجاهلية. لكن هذا الرجل أدرك الإسلام، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له لم يدخل في الإسلام، سبحان الله العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. كلام كله كان كلام المسلمين، إلا أنه رفض أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك المناسبة هنا أنه لما ذكر لبيد اللي كان مشرك شاعرا مشركا أسلم
كان من كلامه كلاما طيبا لكنه أسلم بعد ذلك. وأمية بن أبي الصلت كان يقول شعرا وفيه كلاما طيبا لكنه ما أسلم، كاد أن يسلم لكنه ما أسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين حتى نلقاه. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب ابن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، يعني نزل منها الدم، نزل منها الدم وعطبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذه الأبيات هي أبيات عبد الله بن رواحة أيضا، هذه الأبيات هي أبيات عبد الله بن رواحة، قالها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو في معركة مؤتة التي قتل فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وذلك قبل أن يقتل. فإنه لما وقف يحمس الناس للقتال ويحضهم ويحرضهم على القتال كانت قد أصيبت إصبعه بجرح أو نحو ذلك، فجعل ينظر إلى إصبعه ويقول هذه الكلمات هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال أبيات أخرى يعني فيها تحريض على الجهاد ويعني طلب الجنة. فتمثلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعجبته فرددها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل قال له رجل أي للبراء أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى صرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان ابن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث أورده بمناسبة تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي هي من الشعر، أو بعضهم يقول هي من الرجز الذي هو أقل من الشعر. قال رجل للبراء أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة، يعني كأنهم كانوا يتحدثون عن يوم حنين. ويوم حنين هذا الذي قال الله تعالى عنه في القرآن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، يعني حصلت فيكم الهزيمة لما نظرتم إلى أنفسكم أنكم كثرة، حيث قال بعض مسلمة الفتح وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بعشرة آلاف من المسلمين ومعه ألفان من مسلمة الفتح لسه يعني داخلين في الإسلام ما بقى لهمش أسبوع ولا حاجة. فلما يعني التقوا بالمشركين وجدوا أن عدد المسلمين أكبر بكثير من المشركين، فقال بعض هؤلاء اللي هم حدثاء عهد بالإسلام قالوا لن نغلب اليوم من قلة، احنا عددنا يفوق هؤلاء لن نغلب اليوم من قلة. فلقنوا درسا وأجر الله عليهم الهزيمة في أول المعركة. لماذا؟ حتى يؤدبوا على أن النصر من الله وليس من الأعداد في الأصل، وإن كان هذا لا يهمل لأن الله قال وأعدوا،
لهم ما استطاعوا من قوة، لكن الأمر كله لله والنصر من الله. وأما هذه أسباب يجريها الله سبحانه وتعالى أو يجري الله بها النصر من عدمه، ولذلك نزلت بهم الهزيمة في أول المعركة، وفر من فر من هؤلاء، وفر من فر من هؤلاء يعني الذين هم من مسلمة الفتح. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما يعني المهاجرين والأنصار ما فروا، وإنما كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين جعل يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم السرعان، أو هم يعني بعض مسلمة الفتح الذين فروا، وكأن بعضهم كان في السرعان اللي هم كانوا في أول الصفوف، في أول الصفوف. فهؤلاء لما دبت الهزيمة فروا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم في أرض المعركة، هلموا إلي هلموا إلي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ففي هذا اليوم حصلت الهزيمة في أول اليوم، ثم جعل الله لهم النصر بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف وتمثل بهذه الكلمات التي هي من الرجز أو من الشعر مجازا والله أعلم. فهل هذا يعد من تأليف الشعر أو تقصده؟ لا، لأنها كلمات يسيرة جدا، حتى أن العلماء يقول ليس هذا شعرا، إنما هي عبارة وإن كانت على قافية لكن لها ليست شعرا. أنا النبي لا كذب، يعني لا يعني تشك في ذلك، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب، هنا العلماء تكلموا في نسبته صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الكلمات نفسه إلى جده عبد المطلب، إلى جده عبد المطلب. ولماذا لم ينسب نفسه إلى أبيه؟ يقول مثلا أنا محمد بن عبد الله مثلا، وإنما قال أنا ابن عبد المطلب. فبداية يجوز للرجل أن ينسب نفسه لأبيه الأعلى، لأبيه الأعلى، لأنه إن أثبت نسبه لأبيه الأعلى كان باللزوم يثبت نسبه لأبيه الأدنى. لكن هنا لماذا ذكر عبد المطلب؟ قالوا لأن أباه توفي شابا في صغر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل يعني ولادته، توفي شابا ولم يكن يعرفه الناس. أما عبد المطلب فهو سيد مشهور معروف في العرب وفي جزيرة العرب، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه. وأيضا هنا فائدة أخرى، وهي أنه قال عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا الاسم اسم محرم لأن فيه تعبيد لغير الله، فهذا الاسم محرم، ولا يجوز للإنسان أن يسمي نفسه عبد المطلب ونحو ذلك. طيب لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ الجواب لأنه صار اسم علم، صار اسم علم، فقد معناه، فقد المعنى الموجود فيه. وذلك لأنه صعب جدا أو يصعب جدا تغيير الاسم للجد الذي عرف به القبيلة ونحو ذلك. فعبد المطلب هذه شهرته التي عرف به، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه شهرة نسبه، فما ينفعش تتغير. زي ما وعلي العلماء أخذوا من هذا إنه ما يشق على الإنسان تغييره يصح، ما إذا يعني خصوصا إذا كان يعني يصرف إلى أسماء أعلام ونحو ذلك. يعني زي ما احنا مثلا دلوقتي بنقول سي، بنقول مثلا سيدي أو اسم، بنقول من نادي أسماء الناس، بنقول بقى أسماء الناس فيها أسماء زي كده عبد المطلب ومثلا وعبد العال ونحو ذلك، ففيها أسماء ما مش، وإن كان العال فيها يعني برضو كلام من العال من العلوم. لو كانت تنادى من قبيل يعني زي عبد النبي، فلو كان من قبيل إن مش هيعرف إلا بهذه الطريقة وإنما هو اسم علم فقط، لا بأس في ذلك. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق
قال أنبأنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. هذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول الشعر، بل في بيت الله الحرام، في بيت الله الحرام وبين يديه هو صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من عبد الله بن رواحة يوم عمرة القضاء، وهم داخلون إلى يعني المسجد الحرام لعمرة القضاء. عمرة القضاء دي كان لسه ما حصلتش فتح مكة، والمسلمون دخلوا لقضاء لأداء العمرة فقط وينصرفون بعد 3 أيام. فجعل ينشد هذه الكلمات ويتمثل بها شعرا. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من مضح النبلة. اتركه يا عمر يقول، لهي يعني في أثرها على هؤلاء أسرع من نضح النبل. نضح النبل يعني رمي النبل، يعني هذه عليهم أشد من أن ترميهم بالنبال، هذه الكلمات أشد من أن ترميهم بالنبال. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. الشاهد من قول جابر جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر، فيه إشارة إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قول الشعر في حضوره. وهذا يعني قد تقدم الكلام عليه في أول الحديث في مسألة هل الشعر كله ومطلقا مذموم، وتقدم الكلام عن أن المذموم الذي ذمه الله تعالى إنما هو في من تجرد وتفرغ للشعر فقط، لا قاعد شغلته بس الشعر وكل كلامه الشعر. ولذلك يكره للإنسان أن يجعل حتى في حديثه أكثر كلامه الشعر، يعني حتى لو في خطيب ما يخليش الكلام الشعر كتير في الخطبة، ما يخليش كلام في الخطبة الشعر كتير، هذا يعني كرهه كثير من أهل العلم. إنما يجعل الشعر يعني يطعم به بعض المواضع لا بأس، إنما يكون أكثر يعني كلامه في الخطبة شعرا، هذا مذموم في الحقيقة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وتقدم الكلام عن هذا. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه
فقال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني رفيقه على الدابة. قال: فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت. بيقول يعني عمرو بن الشريد يقول عن أبيه: فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، نحو 100 بيت من الشعر. كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد ليسلم. كاد ليسلم يعني أمية بن أبي الصلت، إذ كانت أشعاره كما تقدم فيها الكثير من الحقائق الإلهية والعقائد يعني الإسلامية الصحيحة، البعث والجنة والنار كلها كلام طيب وصالح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحسنه، ولذلك قال هيه يعني مقرا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الشعر لا يكره سماعه ولو كثر، إذا كان مما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. أما إن كان الشعر مما لا ينفع في دين ولا دنيا، فإنه لا سيما إذا كان يحرك الشهوات وبالكلام القبيح وكذا. وقد روي في الخبر، روي أنه قال صلى الله عليه وسلم: الشعر كلام، الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، إن كان يعني الخبر فيه نظر في الثبوت. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما. المنبر هو كل شيء يعني يعلو عن الأرض، يعلو عن الأرض ويتخذه الإنسان مقاما ليتكلم من فوقه. قالت: يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافع عن رسول الله يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه سماع النبي صلى الله عليه وسلم لحسان، بل وإعانة النبي صلى الله عليه وسلم حسان على أن يعني يقول الشعر، يجعل له منبرا في المسجد يقول فيه الشعر. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف حسان ذات يوم في المسجد يقول الشعر، فأنكر عليه عمر فقال: قد كنت أقوله وفيه من هو خير منك، أو في المسجد من هو خير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.